افتتحت او افتتحت اليوم فعاليه الطبعه العاشره لجامعتها الصيفيه لاطاره جبهه البوليزاريو والاطر الصحراويه. حفل الافتتاح الذي احتضنها قاعه المحاضرات لجامعه محمد بوغرب ببومرداس حضره الوزير الاول ورئيس المجلس الوطني الصحراويين ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليم الشنين، فضلا عن ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. الفعاليه تنظمها اللجنه الوطنيه الجزائريه للتضامن مع الشعب الصحراوي وتكون 10 ايام من تحت شعار الشعب الجزائري والشعب الصحراوي إخوة عهد ووفاء. بقدر ما نحن مصممون على جني أكبر محصول معرفي علمي وأكاديمي، بقدر ما نحن من خلال هذه الأيام القلائل جازمون في تجسيد شعار هذه الجامعة أخوة عهد ووفاء. تلك هي قناعة شعبنا ويقين تنظيمنا الطلائعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ونهج دولتنا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هذا عبر المشاركون القادمون من المخيمات الصحراوية، عبروا عن فخرهم بالدعم الجزائري غير المشروط للشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية والاستقلال. ما يجمع الشعب الصحراوي والشعب الجزائري أكبر من أخوة وصداقة، إذا ما قلنا أنه شعب واحد، لأنه يتميز بخصال معينة من حيث العادات والتقاليد إلى آخره تجمعهم، وكذلك التحرر، لأن الشعب الجزائري وثورته المعروفة بالتحرر ومساندة الشعوب المحررة هذا ينطبع على الشعب الصحراوي. دعم الشعب الجزائري لنا ودعم الدولة الجزائرية على مدار ثورتنا المجيدة هو فخر لنا، احنا كذلك مع الجزائر في السراء والضراء. هو شعور متميز ورائع يجمع بين الجسم الوطني الصحراوي قاطبة، ولكن أيضا يجمعه مع يعني الجسم الوطني الجزائري، الشعب الجزائري الشقيق المعروف بمواقفه النبيلة والرزينة والداعمة لثورات التحرر كالشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.